وصلنا إلى وقفة العربية نت وأبرز ما طلعنا به الموقع، بل من أبرز خلينا نقول عشان نكون عادلين أكثر. ينضم إلينا من فريق العربية نت الزميل فراج إسماعيل مدير تحرير العربية نت. صباح الخير فراج. صباح الخير. في عدة أخبار اللافت منها أيضا كان عن طبعا السعودي طارق الحبيب اللي اعتذر وأسيء طبعا فهمه على حسب ما قيل. يقول من غير المعقول أن أقصد إهانة نصف شعب دولتي. نعم، هو يعني طارق الحبيب في اعتذاره قال انه ربما اسيء فهم عباراته، وكان يقصد طبعا انه يطالب الناس بان تكون انتمائها للوطن اكثر من انتمائها القبلي، سواء في المناطق الوسطى او الشماليه او الجنوبيه، لكن يقول انه فهم تعبيره خطا، وانه بعد ان استمع لكلماته أدرك بالفعل أنه يمكن أن يساء بعض فهم بعض هذه الكلمات. طيب يعني قبل ما ننتقل نذكر بس للي ما عرف الخبر، شو بالضبط كانت القصة؟ يعني هو قال أنه يعني ابن المنطقة الوسطى عندما يذهب للمنطقة الجنوبية، منطقة جنوبية يكون انتماؤه لدولة مجاورة أكثر من انتماؤه للمنطقة الوسطى. عندما يذهب للمنطقة الشمالية، ابن المنطقة الشمالية يكون انتماؤه أكثر من انتماؤه للمنطقة الوسطى. تكرار يعني أيضا تكرار المنطقة الوسطى جعلت بعض الناس يظن أنه منحاز للمنطقة الوسطى. يعني لماذا المنطقة الوسطى بالذات؟ نعم. طب أستاذ فراج، خبرنا الثاني، أزمة مدرب الأخضر تكشف عن عمق المشكلة الضاربة في جذور الكرة السعودية، وهو اللي ذكرناه أيضا اليوم بعناوين صباح العربية. نعم، الحقيقة نعرف الكرة السعودية هي من في مقدمة يعني الكرة الآسيوية، يعني الفريق السعودي هو أقوى تقريبا أو من أقوى المنتخبات الآسيوية، ووصل لكأس العالم مرات عديدة منذ 6 أشهر تقريبا بلا مدرب. وهذه يعني جديدة على المنتخب السعودي. المنتخب السعودي في طور إعادة البناء، إعادة التكوين، أن يبقى بلا مدرب 6 شهور هذه مشكلة. منذ أيام أعلن عن توقيع تعاقد مع المدرب البرازيلي، وتم أنه تم تعاقد مبدئي. فوجئ الناس بعد ذلك بأيام قليلة بأنه تم فسخ هذا التعاقد قبل أن يصل المدرب البرازيلي إلى الرياض. نعم. الخبر الثالث لافت بس مش عارف شو وجه العلاقة، يعني أنه كتاب جديد يرصد التطابق بين الزوجات المصريات والحكومة. نعم. على اعتبار أنه يعني الدرج عند الشعب المصري عنده حكومتان، الحكومة السلطة الأصلية وسلطة الدولة، والحكومة حكومة البيت، بمعنى أنه مسكين، يعني الرجل في الشارع في خارج البيت يلاقي سلطة قد تكون مقهور بسببها، يأتي إلى البيت فيجد سلطة أصعب، ويعني يسميها أيضا الحكومة، أو البعض يسميها وزارة الداخلية، ويسميها يعني أما وزارة الداخلية أو الحكومة في أقصى درجاتها. الكاتب عمل تطابق بين الحكومة اللي هي الزوجة وبين الحكومة اللي هي السلطة، سلطة الدولة، وقال أن الرجل مستعد أنه يهتف هتافين، هتاف يسقط النظام وهتاف آخر في البيت، لكن لا يستطيع أن يقوله علنا لأنه صعب عليه أن يقوله. أستاذ فراج إسماعيل مدير تحرير موقع العربية نت، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا. شكرا. شكرا.